يا مساء الورد وحلقة جديدة من تقدر. أنا مع حضراتكم على مدار الساعة اللي جاية في درس واحد اتعلمته وحبه من اللي حضراتكم تعرفوه معايا، هو فكرة الإصرار. عشان تقدر، عشان تحقق، عشان تنجح، لازم تصر إن أنت توصل للي أنت عايزه. الدرس ده احنا اتعلمناه على ايد ميدو فايزة. فاكرين ميدو فايزة اللي احنا شفناهم في الحلقة اللي فاتت؟ تعال افكركم بيهم تاني واقول لكم احنا عملنا ايه. يا ريت نتفضل. اول ما قريت استغاثة فايزة على السوشيال ميديا اتأثرت جدا، فقررت انا وكرو تقدر ان احنا نروح اسكندرية ونعرف هو ايه الحكاية بالظبط. هو فعلا جوزها اللي خطف بنتها؟ هو معقولة في اب بيخطف عياله؟ قالوا لي ياما في الدنيا كتير. قلت هو فيه كده فعلا؟ انت طلبتي ان احنا نقعد مع بعض واحنا جينا لك. انا مش فاهم حاجه، ويمكن اللي فاهمه لغايه دلوقتي انا شايف الوقت موجوده والحمد لله سعيد موجود ونبيل وياسين. القصه بتاعت منين؟ وغاده احنا جايين عشان غاده، ما انا عارف. قولي اللي بقى في ايه. القصه بدات اللي انا طلعت، اللي انا كنت قاعده في بيت بقالي 5 سنين على الطوبه. في الاول كنت عايشه في ايجار، جه بيت العيله بتاعهم وقع، خد طلعني من بيت الايجار اللي كنت عايشه فيه، وديني في شقه على الطوبه 5 سنين، بيخش لي حشرات، براس، فرين، صراصير. انا واحده ممرضه معايا شغله، اللي قعدني في الوضع ده واستمر فيه وانت مش قادر تصرف علينا؟ موضوع مش ايه، مش مكفينا ماديا. بمعنى ايه؟ طلبت ان انا انزل اشتغل واجي اشوف ابويا المريض اللي عنده كانسر في حاله متاخره، رفضوا وقالوا لي ان انا بالقدم مش كويسه. متجوزين عن حب؟ ايوه متجوزه على حب. بص اقول لحضرتك على حاجه، لو ما كنتش بحبها ما كنتش عشت معاها الفتره دي، صح؟ ما كنتش جبت منها عيال، وهي برضو نفس القصه. انا غلطت، مع ان والدي كان رفضه رفضا باتا. ابقى عيالي قدام مني اشوفهم، مش هي معايا. انا مش بجبرها اللي هي تعيش معايا، هي خلاص هي مش قابله للعيشه معايا، خلاص انا مش بجبرك على العيشه معايا. والله كانت الهدوم المقطعه كانت بطلبها منهم، بتجيلي انا وولادي ويتقال لي احمد ربنا. ويوم ما طلبت ان يجيلي ترنج ضربني ضربه موت، علقت موت وجايه مهولي، وقالت لي احمدي ربنا وما تطلبيش منه حاجه تاني. هي لو بنتها هتطلب منها كده؟ استحاله اللي فوق تقبل على بنتها كده. عجبك المشاكل دي؟ وهنا سمعت مأساة الأطفال، ما لهمش أي ذنب، ذنبهم في الدنيا بس هو أنهم أصبحوا فريسة لمرات أب غاب ضميرها كأم. عيشتكم دلوقتي كده مش حلو، وأكيد يعني أنت راجل حقيقة، يعني ابن بلد وأصيل وكرمنا في بيتك، هتعمل لي خاطر على ابنك؟ صح؟ على ابنك هتعمل لي خاطر؟ اكيد طبعا. نحل الموضوع. هنحله ازاي؟ غاده ونبيل وسعيد وياسين متفرقين، وبنقول يا رب يا رب نقدر، يا رب نقدر نجمعهم. ودي مشكله ميدو فايزه، يمكن دي المشكله اللي ظهرت لحضراتكم اللي انتوا شفتوها النهارده وعرضناها المره اللي فاتت. بس المشكله دي موجوده في كل بيت، مشكله مبنيه على غلط، وغلط من الطرفين، مفيش حد ضحيه وحد جاني، هما الاثنين جناة. الاهم من كده، المشكله دي ما كانتش هتتحل نهائي، وكل واحد كان عاند وكل واحد كان بيغلط، واحنا اصرينا ان المشكله دي تتحل. كنا بندعي وكنا بنحاول ان المشكله دي تتحل، وحلناها بجد. تعالوا اوريكم ايه اللي حصل وارجع احكي لكم كواليس حل المشكله. عدى يومين واحنا في مناورات ومناقشات مع الطرفين ومحامي كل طرف فيهم، لحد ما اتفقنا ان احنا هنخلي شخص محايد قانوني من طرف البرنامج نتجمع كلنا عنده، وهو اللي هيفصل في النزاع وهيحط شروط في عقد واحد يلتزم بيه الطرفين عشان خاطر الاولاد، ويا رب محدش فيهم يخذلنا. الحقيقة احنا خلاص موضوع فايزة وميدو بيتحل، وبإذن الله هيتحل النهاردة. احنا موجودين مع حضراتكم دلوقتي في مكتب الأستاذ دكتور محمود شعبان، هو الحقيقة متبرع ومتفاعل معانا جدا ومع تقدر النهاردة. يعني
كل حاجة حلوة هتحصل في مكتبك وعلى ايدك، واحنا بنشكرك الحقيقة ان انت متبرع بوقتك ومجهودك معانا. الشكر ليك يا دكتور. ده انا بتشكر وشرفتوني، واسد زيتنا موجودين وضيوفنا موجودين، واحنا نتمنى كلنا ان احنا نعمل شيء يرضي ضميرنا ويرضي الاسرة المصرية، وان شاء الله متصل الى حلول ان شاء الله. النهاردة استاذ ميدو واستاذ عزمي المحامي الخاص بي موجود، والاستاذة سهى المحامية الخاصة، والاستاذ ووالدة حضرتك موجودة. فالنهاردة باذن الله سياق الاتفاق اللي هيتم العمل عليه هيكون شكله ايه عشان نضمن، يعني طبعا احنا عارفين ان في حالة من التشكيك وحالة من فكرة عدم الثقة وعدم الامان، هنحلها ازاي؟ كلام حضرتك مظبوط، هي المشكلة ان عدم الثقة متوافر في الطرفين، قد يكون له ابعاد كتير احنا مش هنخش في تفاصيلها قوي، ولكن دايما لما بنوصل الى حلول في منطقة الحلول لازم نوصل لاهم المشاكل الموجودة. احنا حطينا ايدينا على المشاكل مع الاساتذه، طبعا اساتذتنا الكرام، ولقينا ان الطرفين متفقين ان في قضايا مرفوعه من الطرف ضد الاخر، ويمكن في اطراف خارجيه تدخلهم في هذا الموضوع برضو، في يعني تم ادخالهم في هذا الموضوع. حل المشكله ديت ان احنا نصل الى حل اتفاقي ان في قضايا يوم 20/2 ان شاء الله تصل فيها الى حلول، ننتهي بيها الى التصالح في جميع القضايا الموجوده ما بينهم بين الاطراف، ولو في حتى طرف تاني متدخل برضو ينهي هذه الامور. ده كان بدايه الموضوع. انما الاساس قعدت مع الاساتذه وممثلين عن موكلينهم، وصلنا الى حل اتفاقي اخر الاهم. احنا ده اي مشكله في الاسره بتقوم على مشكلتين اساسيتين، النفقه من جانب الزوج انه بيبقى ملتزم باداء النفقه معينه، وبالنسبه للطرف الاخر بتبقى الرؤيه الرؤيه التزام على الام انها توري الاطفال لوالدهم. وبصراحة دي أكتر مشكلتين، دي أكتر نقطة تهمنا الأطفال. وإن الأطفال يتربوا تحت رعاية الأب وتحت رعاية الأم. إيه السياق اللي احنا نطلع بيه النهاردة بحيث إن هما الاتنين يكون ليهم الحق في تربية وتنشئة ولادهم؟ هو احنا لازم نرجع كل شيء اولا دائما الى ان في لازم نرجع لربنا سبحانه وتعالى في حاجه، ولا تنسوا الفضل بينكم، الكلام موجه ليهم هما الاثنين. فاذا كان في الحياه تم استحاله في العيش، فاحنا لازم ان احنا نرتضي تمام الرضا ان احنا خلاص احنا بنفتح خلاص ما فيش نصيب. احيانا الطلاق بيكون ان هو بدايه طريق صحيح وافضل للطرفين، انما الضحايا دايما بيكون الاولاد. فانا لازم اخد عليهم تعهد قدام الله عز وجل، وده الاساس الضمير، ان الاثنين يكونوا جديرين بالثقه قدام الله وانفسهم ان هم يطلعوا اولاد صالحين. هم خلاص اختاروا بعض وفشلوا في الحياه مع بعض، مش معناه انهم وحشين او مش كويسين، معناه ان كل واحد فيهم يعيش حياته، ولكن عينينا على الاطفال. الاطفال لازم يتربوا كويس، وهيبقى في رعايه من جانب الام اللي هي المحتضناهم دلوقتي. سامع يا ميدو؟ ميدو احنا متفقين اهو وهنتفق. والاستاذه فايزه برضه حضرتك هتوصلها نفس الكلام، ان الموضوع التزام من الطرفين. انا بشكر الاستاذ عزم والاستاذه سهى والاستاذ مجدي محامين الطرفين اللي تعبوا معانا جدا اليوم ده. مهما اقول لكم كميه المشاحنات اللي حصلت، عمركم ما كنت هتقولوا ان الموضوع ده هيتحل لولا كرم وتوفيق ربنا. الولاد تروح في مدارسها في مواعيدها، الاب ليه حق ان يشوف ولاده، الام ليها الحق انها تكون مع اولادها. ده هيكون ممضي في عقد. ده اهم محور اللي هم بيتكلموا فيه. يعني دلوقتي خلاص انا شايف الحمد لله الخلافات برغم انها كانت موجوده وصلت الحمد لله على ايدين الاساتذه وحضراتكم طبعا والاعلام الهادف، ان احنا نوصل الى حلول. الحلول دي طالما الاولاد اتحطوا ما بين طرف الاثنين الطرفين مفيش مشكله. الاب ممكن ان احنا صحيح هنصيغ الكلام ان في التزام مادي على الاب ايا ما كان، بس مش هو ده الالتزام اللي يفضل بيه طول العمر. يعني مش معقول هلاقي ابني او بنتي او كذا ان هم محتاجين ونقولوا الاصل في التزام. ونفس الشيء بالنسبه للام، مش معقول ان نبتدي نتعسف ان احنا ما نوريش الطرف الاب الاولاد باي زعم من مزاعم المشاكل الحقيقيه. ولذلك برغم ان احنا هنصيغ هذا الكلام، بس برضو احنا لازم نقول سلطان القانون هيكون موجود وسيف برضو موجود على رقيبهم هما الاثنين. هنحط اتفاقات مع استاذي العزيز والاستاذه ان احنا نحط شرط جزائي عليهم هما الاثنين مالي ضخم جدا، ان في حاله اخلال اي طرف لازم الطرفين بالنسبه للاب وللام
والاولاد، مصلحه الاولاد. صياغه العقود انا مش بارع فيها، انا مش شاطر فيها، بس انا كل ما هنالك انا شفت مع حضراتكم ان انتوا الاثنين وصلتوا لمحاور كتيره واشتغلتوا على محاور كتيره وما جابتش نتيجه، والنتيجه ايه؟ انت تعبان من غير ولادك وهي تعبانه من غير بنتها، فاكيد اكيد اكيد باذن الله يا رب لما انت هتشوف ولادك وهي هتشوف بنتها وترجع تاني انك تقدر تشوف ولادك بمنتهى الارتياحيه وهي نفس الحكايه هتبقى احلى، وايا كان الشرط الجزائي مش مشكله. أصل يعني انا مبسوط من حاجه، اصل بص حضرتك انتم صورتم من فتره شفتوا يعني الموضوع والخلافات تقريبا، فدلوقتي انهم طالما قاعدين على طاوله المفاوضات طبعا بمساعده زمايلنا الكرام طبعا. انت مش فاهم انا سعيد قد ايه. وانا والله انت مش فاهم سعادتي. يعني انا عمال ادعي واحنا قاعدين بره ان يعني عشان كميه بقى المشاكل عماله تحصل والخناقات، انا سعيد، انا سعيد ان ربنا وفقنا، اصل ده رزق من عند الله عز وجل ان احنا نتوفق ان احنا نحل المشكله دي. المشاهدين يعرفوا ان احنا عملنا محاولات كبيره ان احنا نرجعهم لبعض الاول، بس ما فيش نصيب، ولكن خلاص ما فيش مشكله، هنبتدي بدايه جميله سعينا في الصلح، بس ما فيش نصيب. بالظبط، احيانا الطلاق بيكون حل في الحاله دي، بس يعني انا استاذ ميدو بالنسبه طبعا لاختنا برضو نتقي ربنا سبحانه وتعالى في اللي جاي، واحنا تحت رقابه الضمير وتحت رقابه الله سبحانه وتعالى، واساتذتنا يعني عملوا الاساتذه عملوا بصراحه معانا يعني مجهود كبير جدا. انا بشكرك عشان فعلا الامانه اللي عند حضراتكم كمحامين للطرفين المختلفين استاذ عزمي واستاذه سواء، انتوا يعني على قد مسؤوليه وانتوا جايين تحلوا. واخيرا اخيرا اتمضى عقد الاتفاق، الكل اتنازل عن قضايا وكل سامح. والله سهل بس نصفي النيه، تعبوني قوي معاهم، ايه العند ده كله؟ بس المهم تقدر. حققنا اول قصه نجاح لينا في تحقيق اول هدف، وهدفنا انتهت باحلى قصه، قصه فايزه وميدو. طب يعني انا كده هسيبك يا دكتور، يعني هيك انت كده في عقد هيتم اللي امضى عليه دلوقتي. واحده بس، ويمكن اخد من الاستاذ عزمي الكلمه العظيمه اللي قالها اللي احنا كنا بنسعى عليها بقالنا سنين، الاستضافه. يمكن ناخد بقى من القصه بتاعتهم دي في المرحله دي اللي احنا وصلنا لها وانضم استاذ عزمي في هذا الكلام، الاستضافه ضروريه لكل الاسر. اختلفنا اتفقنا، الاب اب، مفيش حاجه اسمها نسلب حقه. في مخاوف من ناحيه الزوجه واهلها ان ممكن الاب يخطف الاولاد، القصص المعروفه. لا لا، لازم لازم ان نكون في رعايه. تاني نقطه، في ان ينشا في تنشئه سليمه صحيح، ودي الرساله بتاعتنا بقى. الاستضافة ضرورية في المرحلة القادمة بضمانات، والضمانات موجودة. مهما نقول لكم كمية المشاحنات اللي حصلت، عمركم ما كنتوا هتصدقوني، ولا عمركم كنتوا تتخيلوا ان الموضوع هيتحل، بس الحمد لله ربنا وفقنا. يا على الفرحة الحلوة، ويا على سعادة وفرحة الأولاد بأختهم، وفرحتك يا ميدو ودموعك اللي كانت مالية عينيك، ورجعت اهي، رجعت غادة لحضن أمها، وقعدنا ووفينا، صح يا فايزة؟ صدقونا عيالنا هي اللي بتدفع الثمن، الزوجة الأولى، الزوجة الثانية، مش هي دي المشكلة، المشكلة في الراجل اللي أخذ القرار بالجواز مرتين، لازم يبقى قد ده، لازم يبقى قد ثقة الاتنين، الاتنين صدقوه عشان الاتنين حبوه، مش صح كده يا ميدو؟ هو اتحلت مشكلة ميدو وفايزة. أفكركم بقى بتفاصيل اللي أنا قلت لكم هقولها لكم قبل ما نشوف الحل. ولا ميدو ولا فايزة جاب الولاد وهم جايين، وميدو وفايزة ما كانوش عايزين يحلوا الموضوع، هما الاتنين ما كانوش مأمنين، ما كانوش واثقين في بعض، ومارسوا الغلط على بعض بكل أنواع، من قضايا، من محاضر، من غلط بأشكال مختلفة، وكل ده ابتدى بتفصيلة صغيرة. عشان كده، وده اللي احنا قلناه لحضراتكم في الأول، احنا أصرينا على حل المشكلة دي، والدرس الأساسي من وراء المشكلة دي كلها، عندك مشكلة مع الطرف الآخر في العلاقة، تمام، مش عايز تكمل، تمام، حقك، محدش يقدر
يجبرك على شيء، بس في اطفال، ما دام في اطفال لابد ان يكون في اتفاق، الاتفاق ده لمصلحه الاطفال، وحلينا الموقف عشان كده، والحمد لله ميدو وفايزه اتفقوا ان هم يربوا الولاد، واتفقوا ان اللي جاي لولادهم، وكل واحد حر يعمل اللي هو عايزه، وانتهت المشكله وقدرنا. انا بشكركم وسعيد ان كان لينا دور في ده. نروح لفاصل ونرجع لكم سريعا. درس لينا كلنا. ليه؟ عشان مش كل واحد فينا ليه الحق انه يختار ظروف حياته. لينا تفاصيل بنختار فيها طبعا، ده اكيد، وفي ابتلاءات من الله عز وجل وامتحانات احنا بتعاملنا معاها نقدر نخليها قصة نجاح ونعلم بعض ازاي نعديها، وفي البعض الاخر بيكون اضعف وبيشتكي يقول ليه انا اللي بمر بالظروف دي. النهارده معانا درس، درس كبير جدا، خلينا نسلم عليه نعرف ايه هو الدرس ده. مساء الخير يا محمود. مساء النور. انا سعيد 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 ان انت معايا النهارده. وانا سعيد بحضرتك. طب محمود، ممكن نعرف انت مريت بايه؟ هو انا مريت اول حاجه جالي كانسر في رجلي، وبعد كده عملت كذا عمليه لحد دلوقتي وصل 41 عمليه. حبيبي انت عملت 41 عمليه؟ اه. انت مريض كانسر، مريض سرطان. جالك فين اول مره يا محمود؟ هو جالي مره واحده كانت في رجلي. ها. وعملت بتر والحمد لله. بتر في رجلك الشمال. محمود انت عندك كام سنه؟ عندي 11. 11 سنه؟ واول مره اكتشفت ان عندك السرطان كان عندك كام سنه؟ بيتهيألي 2015، يعني بقالي 5 سنين. كان عندك 6 سنين ساعتها يا حبيبي. طب بص يا محمود، كلنا معرضين يحصل لنا ظروف في الحياة، بس سيبك بقى من أي ظرف أنت مريت بيه، أنت ولد عندك طاقة حلوة، على طول مبتسم، عندك كده حالة من الإصرار، ده أنت كمان بتعلم الناس إزاي تتعامل مع الولاد اللي عندهم مرض أيا كان، صح؟ صح طبعًا. طب ايه اكتر حاجة بتضايقك يا محمود من ساعة ما انت اكتشفت ان عندك المرض؟ التنمر. اوحش حاجة. تنمر؟ اه. في ولاد بيضايقوك؟ كتير قوي. يا حبيبي. بس عادي ما بقاش فارق معايا. بيضايقوك ازاي يا محمود؟ ومش اطفال بس، يعني ناس كبار كمان يعني. ومرة واحد قام بيقول لي ايه، وانا كل شوية الاقيك برجله، ومرة من غير عادي. ومرة واحدة كنا انا باخد درس فبتقول لي ايه، بتقول لي احسن اللي انت فيه ده، بس حاجات كتير قوي بقى، بس دول اصعب حاجتين كانوا ليا قالوا لي يعني. طب هل في ناس ما بتحبش تتعامل معاك عشان انت مثلا فقدت رجليك، يعني ان انت مركب رجل صناعية، هل ده فعلا بيحصل؟ لا خالص. بيلعبوا معاك عادي؟ اه، وهم كمان اللي عايزيني العب معاهم. طب محمود انت دلوقتي الحمد لله تعافيت من السرطان ولا لسه؟ اه الحمد لله. ايه؟ الحمد لله. حبيبي انت خلاص خفيت؟ الحمد لله. الحمد لله يا حبيبي. طب نفسك في ايه يا محمود؟ نفسك ايه اللي يحصل؟ محمود دلوقتي انت كان عندك مشكلة وكان عندك مرض، انت حولته لدرس لينا كلنا، محدش يحكم على حد عشان عنده مرض او ان هو فقد طرف من اطرافه بسبب ان هو بيعاني من مرض. نفسك في ايه في اللي جاي؟ نفسي ان ما يبقاش في تنمر. نفسي في حاجات يعني مثلا التنمر ده، ونفسي برضو ان كل الناس ما ياخدهاش حاجة جامدة، هي حاجة سهلة وبتعدي، حاجة سهلة قوي. برضو في صعب، بس لو قعدت تحمد ربنا تلاقيها سهله قوي بجد. يا حبيبي الجمال ده. طب بقول لك يا محمود،
انت مريت بفتره طويله في سن، السن ده يعني كان سن انت ما كنتش مؤهل انك انت تستوعب المرض، بس انت تعاملت مع ده وبتلعب وعندك قناعه على السوشيال ميديا قويه ومسمينك الفايتر المحارب محمود. بس محمود، هل انت مستعد ان انت تطلع من ورا الستاره وتواجه الناس وتقول لهم انا كده وظروفي كده وانا ما اخترت ظروفي وانتوا المفروض تشجعوني وتقبلوني، ولا انت مش حابب؟ لا ارض عادي، حابب ما فيش حاجه، عادي اقدر عادي. طب ممكن تطلع؟ حاضر. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. محمود سامح، محمود 11 سنة، أي نعم، بس درس كبير لينا كلنا. نجم بتاعنا النهارده هو محمود، محمود سامح، صح؟ حبيبي يا محمود. محمود طلع عنده أخ توأم، أنا ما كنتش عارف إن أنت عندك أخ توأم. لا عندي. لا والله. طب أخبار إيه؟ هل أنتوا من التوأم المتفقين مع بعض ولا أنتوا بتغلسوا على بعض؟ لا، بنغلس على بعض. بجد؟ طب هو بيغلس عليك؟ أنتوا في نفس الفصل؟ طب وإيه؟ كمان في الفصل مع بعض وفي البيت مع بعض؟ بتعملوا إيه بقى؟ للاسف. بيعمل ايه؟ المهم انا هضربه، ما بيضرب. معلش معلش، مش مشكله، دي فتره كده وهتعديه. قول لي بقى مين صحابك، عشان انت قلت لي اسم كذا حد من صحابك هو يعني معاك على طول. قول لي اساميهم عشان اشكرهم النهارده كده. نيكول هاني محروس. نيكول هاني محروس، بنت هاني محروس بجد؟ نيكول. ومين تاني؟ واديداس. اديداس، هو اسمه اديداس؟ لا، هو اسمه محمد مجدي. محمد مجدي، هو اسمه، هو مشهور بأديداس. انتوا مقايلينه كده؟ لا هو كده، هو اسمه كده. عجبني الفيديو اللي انت مصوره، اللي هو بتاع التنمر. حلو. هو ده أديداس بقى. هو ده أديداس. مين اللي قال لك الفكره دي؟ مين اللي عمل لكم القصه دي؟ هو انا كنت المفروض اروح له، كنت هروح اقعد معاه كده اليوم اللي قبليها. ماما بقى عشان ما حصل ظروف فطرحت عليا ان احنا نروح له، ان هو يجي ونعمل الفيديو ده وكده. وانا برضو كان عاجبني الموضوع، هو عجبه. بس وعمل فيوز حلو على الانستجرام. انت، احنا عند بعض على الفيسبوك بس انت مش عندي على الانستجرام. ايوه، هعمل لك فولو دلوقتي. قول لي. طب قول لي انت اسمك ايه على الانستجرام؟ محمود محمود سامح. محمود محمود سامح. طب قول لي يا محمود، انت عملت الاكونت بتاع الانستجرام عشان انت عايز ايه؟ نفسك في ايه بقى؟ ايه اللي يحصل؟ انا بدور عليك اهو انت بتتكلم. ها، في ايه بالظبط؟ يعني عايز توصل ايه للناس كلها؟ عايز تقول لهم ايه من خلال الفيديوهات بتاعتك؟ يعني ما حدش اي حد، ولا حد يتنمر على حد. بس وايه تاني؟ بس بس محمود، انت عندك 8 يعني 47.8K. طب والله برافو عليك. طب قول لي انت نفسك في ايه؟ عايز تعمل ايه؟ عايز تكبر؟ انا عارف ان انت عايز تعمل ايه، بس انا الحقيقه بسال السؤال كده وعامل نفسي مش واخد بالي. انا عملت فول اهو. قول لي نفسك في ايه؟ نفسي لما اكبر يعني اطلع ايه؟ نفسي اطلع ممثل او مهندس ديكور. أو مهندس ديكور. أوه. مين أكتر ممثل بتحبه؟ حضرتك حبيبي. وأحمد فلوكس. مين تاني؟ مريهان حسين. و أنا عارف إن مريهان عاملة لك فولو، وأنا عارف في كلام كبير. كارولين عزمي. كارولين عزمي. ومين تاني؟ بس وفي بقى مخرجين بقى منتجين. اللي محدش يعرفه بقى ان محمود بيحب التمثيل. محمود جالنا كواليس المسلسل واحنا بنصور. محمود حريص، وكل الشكر لوالدته اللي هي بتدعمه، صح؟ مامتك معاك يوميها، لازم نقول كلمه الحق يعني. بتدعمه وماشيه وراه، وهو بيمشي ورا حلمه، وهو عنده 11 سنه عامل فيديوهات بيقول للناس ما تفكروش كده، التفكير ده غلط. ايوه ده صح. بس ده حسك مخرج اكتر، عندك رؤيه. ما انا عايزه فعلا اطلع مخرج. مخرج؟ يا ممثل يا مخرج يا مهندس ديكور، يعني حاجه من الثلاثه دول. حبيبي هتكون احسن مخرج في مصر ان شاء الله. ممثل احلى مني واحسن مني 1000 مره. عملت لك فولو، ولو سمحت تعمل لي اكسبت يعني. ده يعني اذن حضرتك يعني، واشوفك بقى على طول بعد كده، صح؟ ان شاء الله. انت المفروض انت في المدرسه انت عامل ايه؟ ما سالتش السؤال ده، انت شاطر ولا ايه الاخبار؟ الحمد لله بجد. طب ايه اكتر ماده بتحبها؟
الساينس. ساينس؟ أشك في حد بيحب الساينس؟ أنا لا الترم الأول جاي في مين؟ بجد؟ طيب محمود بنشكره حبيبي نورتني وأنا سعيد إنك كنت معايا النهاردة. أنا كمان. خلاص وأشوفك الفترة اللي جاية إن شاء الله. يلا يلا تصور؟ يلا هروح لفاصل ونرجع لكم تاني وقصة تانية وبتاعه. يلا تصور صورة مش عارف بعد ما فكر امشي عالصعب وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمة كان خوفك منه ملوش لازمة واديك عالصعب يقدر واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم مساء الخير مرة تانية أعزائي المشاهدين. احنا نقدر ونقدر كتير جدا نحققه لحياتنا ولأولادنا ولكل شخص محتاجنا. فقرتنا اللي احنا نشوفها دلوقتي مع حضراتكم فقرتنا تقدر مع جمعية البر والتقوى. الحقيقة نزلنا الفترة اللي فاتت سمعنا عن رحمة، سمعنا عن رحمة أصغر بنت في مصر بتسوق توك توك. بتسوق توك توك ليه؟ عشان رحمة مش عايز حد يصرف عليها. رحمة أبوها متوفي، عندها 11 سنة، بنت قمة 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 في الأدب والأخلاق، لم تتأثر بأي ظروف. كل اللي نفسها فيه إنها تساعد أمها تعمل لها العملية الخاصة بيها، وفي نفس الوقت هدفها في الحياة إنها تبقى دكتورة برضه عشان تساعد أمها من وهي صغيرة وهي عندها المسؤولية. الحقيقة رحمة ما أقدرش أوصفها لكم بأخلاقها وأدبها، أنا أقدر الحقيقة أفرقكم إيه اللي حصل مع رحمة. خليني في البداية أرحب بضيفنا العزيز دكتور مصطفى فتح الله المتحدث باسم جمعية البر والتقوى. مساء الورد يا فندم. مساء الفل يا حبيبي. أهلا بيك. ربنا يعزك ويبارك لك يا رب. أنا سعيد بالشراكة دي عشان الشراكة دي هينتج عنها حاجات كتيرة حلوة. الحمد لله. من بداية الفقرة دي رحمة مسؤوليتنا، مسؤولية تقدر ومسؤولية جمعية البر والتقوى. نعم. أنا حكيت لحضرتك عنها كتير بس أنا عايزك تشوف وعايزك تحس الحالة اللي فيها رحمة من أدب وأخلاق وتواضع وهي عندها 11 سنة، هي مسؤولة الحقيقة، يعني شايفة إن أمها هي مسؤوليتها. تعالى حضرتك نشوف رحمة ونفهم أكتر الوضع. يلا. اتفضل يا فندم. انا ورحمه ملفينا بالتوك توك، جينا بقى هنا عند رحمه البيت عشان ندردش شويه ونفهم قصه ثالث ازاي. عامل ايه يا رحمه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله. انت عندك كام سنه؟ عندي 11. 11 سنه؟ في سنه كام؟ خمسه. خمسه؟ طب وايه؟ ايه اللي جاب التوك توك في حياتك؟ بتسوقي توك توك ليه؟ انا بحب اسوق. انت قررتي اني عايزه اسوق توك توك؟ ليه يا رحمه عايزه اسوق توك توك؟ بحب اسوق. بتحبي تسوقي؟ بس انت قلتي ان انا عايز اسوق توك توك عشان انا اصرف على نفسي ما حدش يصرف عليا. قولي لي بقى عشان ما اخدش حاجه من حد اول ولا خدت حاجه من حد اول مجبر يقول لي انت كنت بتاخدي مني فلوس وانا اللي كنت باكلك وشربك. انا اشتغلت على التوك توك عشان اجيب مصاريف.
وليه الفكره دي جت في بالك يا رامي؟ يعني ليه فكرتي ان لو حد ساعدني دلوقتي او وقف معايا هيعايرني لما يكبر ولما انا اكبر ويقول انا اللي كنت بصرف عليك وانا اللي بديك الفلوس؟ ليه فكرتي كده؟ ما ممكن برضك في ناس في مصر وناس برضك قريبني، انا لو خدت منهم حاجه قال لي كنت بصرف عليك وباكلك، انا مش عايزه. وبابا فين؟ بابا توفى. الله يرحمه يا حبيبي. متوفي بقاله قد ايه؟ بقاله 7 سنين. انت كنت صغيره لما شفتي بابا، فاكراه يا رحمه؟ طب وماما اخبارها ايه؟ الحمد لله. انت عايشه مع ماما ايه؟ انت وماما بس في البيت ده؟ اخواتك مش عايشين معاكوا الثلاثه؟ لا انا اخويا عايش معايا. اخوك الكبير عايش معايا؟ واخوك الكبير هيتجوز الفتره اللي جايه صح؟ وبعد ما بابا توفى انت عايزه تعتمدي على نفسك. صغيره قوي على الفكره دي بس ماشي، 11 سنه عايز تعتمدي على نفسك ماشي. بس انا عاجبني حاجه تانية يا رحمه، تخيلي ايه هي بقى؟ انت بنوته جميله ومؤدبه قوي يا رحمه. انت مؤدبه جدا لدرجه ان كل ما حد كان يكسر علينا في الشارع او انت تكسري على حد انا اسفه يا عمو انا اسفه يا عمو. يعني التفاصيل الحلوه دي جبتيها منين؟ عندك صحاب؟ عندك مين صحاب؟ مريم بس هي اكتر صاحبه عندي. انت قلتي لي واحده زي ايه اختك؟ انا بحب مريم قوي، اكتر اثنين بحبهم مريم وماما صح؟ طيب انت بقى بتروحي المدرسه وبتسوقي الكوره، بتعملي ايه بقى؟ بتوضبي وقتك ازاي ولا بتنظمي ازاي؟ لا في المدارس ما بصوتش تكاتب في المذاكره طبعا، بس ممكن عايزه حاجه اقوم اجيبها لها بعد كده ايه في الاخر خالص لما اقعد تعمل حاجتها اجيب المذاكره واقعد اقعد على السرير لوحدي كده على جنب واقعد اكتب الحاجات اللي ورا واعملها. يعني وقت المدرسه مفيش التوك؟ لا في الاجازه كده نص مذاكره ونص توك. نص مذاكره ونص توك. طب انت نفسك في ايه لما تكبري؟ يعني انا شايف ان عاجبني ان انت بتسوقي التوك توك ده، انت عايز تعتمد على نفسك. مع ان انا خايف عليكي من السواقه ولسه صغيره وان يعني الشارع ده يعني الكبير بيبقى صعب انه يسوق، فانت تسوقي دلوقتي ده انا يقلقني عليكي. بس عاجبني ان انت عامله لنفسك خطه. قولي لنا بقى انت عايز تبقي ايه؟ ابقى دكتوره. احلى دكتوره طيب. اشمعنى دكتوره طيب؟ عشان اعالج ماما اللي هي اللي في شبكه. مالها ماما كده؟ يعني اللي هي هنا دي فاصله شبكه. ما بتشوفش بيه؟ ما في ناس عملوها اللي هي العمليه كيس الدهني اللي ورا. انت عايز تعملي فيها عمليه؟ طيب عشان كده عايز تبقي دكتور ها؟ طب نفسك في ايه تاني؟ مش نفسي في حاجه. مش عايزه حاجه خالص؟ أمثل. عايزه تمثلي؟ ايه ده؟ هتبقي احلى ممثله كمان. عايزه مره يعني عايزه تبقي دكتوره وتمثلي؟ طب ما تمثلي لنا حاجه دلوقتي. مش همثل يعني. ايه؟ اطلع بس على ده. على التلفزيون؟ انت هتطلع على التلفزيون. وكل الناس هتحبك. عارفه ليه يا رحمه؟ ولا مش عارفه ليه؟ عشان صوتك. لا مش عشان صوتك. عشان من وانت عندك سباكي بس بقالك قد ايه؟ بقالك سنه وانت بتسوق التوك توك صح؟ انا سنه رابعه. سنه رابعه. معتمده على نفسك، عايزه تساعدي اللي حواليكي، بنوته جميله ومؤدبه وفي نفس الوقت بتذاكري. يعني في بنتك حلاوتك وجمالك كده؟ ربنا يحميك يا حبيبي. مش يبقى كل الناس هتحبك ولا مش هتحبك. طب يعني انت عايزه بس ان ماما تعمل عملية عينيه. طب مش عايزين نوضب البيت؟ ما في ناس عملت الحمام وحمل اللي هي الباب واللي هو البتاع عملوه كده من فوق حطوا عليه اسمنت وخشب عملوه من جوه خشب. طب هي لما بتمطر الميه بتنزل عليكم جوه؟ لا كانت الاول كانت بتنزل علينا. الاول لما بتمطر الميه كانت بتخش عليكم جوه؟ والحمام
الحمام كان ما فيش حمام هنا، وانا نزلت تحت عند عمي توم. بس عشان تطلعوا من الاوضه للحمام في الجو ده، اذا احنا قاعدين مش بردانه، انا بردان. حبيبي طب مالكيش نفس، مش عايزه فستان جديد، حاجه حلوه، خروجه حلوه انت ومريم صاحبتك تخرجوها؟ ما ينفعش اخرج من انت عشان هو عيان، بس لما ماما تقف استاذن ماما. يعني انت بتروحي الشغل بعد كده تيجي على البيت تساعدي ماما وتقابلي مريم صاحبتك في المدرسه؟ في المدرسه بقى، بس مش في الشارع، هي اصلا مش ساكنه هنا، ساكنه في الوراق. عادي بعيد عني شوية، أنا في شبرا دلوقتي. طب يا رحمتي، أنا اتبسطت إني شفتك. أنت أحلى بنت، أحلى رحمة في مصر. هاتي حضن بقى قبل ما أسيبك وأمشي. ياه، حسيت إنها بنتي. حسيت قد إيه إنها فرحانة وراضية مهما كانت الظروف. قد إيه رحمة جميلة. وعند ربنا بكل حاجة بتعملها في حياتها أجمل وأحسن مننا ألف مرة. فعلا اكرم اليتيم. ازيك يا حاج؟ الله يخليك يا ابني، ربنا يبارك لك، يحن عليك يا رب. انت بقى معروفة في المنطقة الحاجة أم رحمة صح؟ أم مرسي كمان، أم مرسي. بس هي رحمة كده من ساعة ما ركبت التوك توك بقى يدولي برحمة. بس انا اللي عرفته بقى ان انت كنت بتسوقي توك توك برضه يا حاج. انا بسوق موتوسيكلات كمان. يعني موتوسيكل كمان، اي موتوسيكل اسوقه. الحاج متوفي بقاله كام سنه يا حاج؟ بقاله 7 سنين، مات في حادثه. ايه الحادثه؟ لا ده كانت خناقه وكده، ووقع في الخناقه مات. وسوقتي التوك توك عشان تجيبي مصاريف البيت وتساعد. اشتغل، ما بدل ما اروح اقف في جامع اقول لحد اديني جنيه، ولا اروح اقف في طابور هات حته لحمه وجامع، ما استنيتش ان حد يديني جنيه، بقيت اشتغل اي حاجه المهم تبقى خاص بنفسنا. ما قلتش لحد هات حاجه. لما رحمه قالت لك عايزه اسوق التوك توك، ما خفتيش عليها؟ هي كانت رحمه تقعد جنبي، قالت لي ياما اديني المفتاح، قلت لها خدي، راحت سايقه مشيت. بقيت اصور. بعد كده قالت لي اركبي معايا وشوفي، يا ريت بقت تسوق احسن مني. بس انا يعني انا قلقان عليها يعني. ما بتشتغلش هي بالليل، ده هو الصبح بس. الصبح بس. طب قولي لي نفسك في ايه تاني؟ ما انت لازم تقولي لي حاجه قبل ما امشي. نفسك في ايه؟ والله ما عايزه الا الستر. والله يا ابني ما عايزه، الحمد لله مستوره، الحمد لله. الحمد لله يا حبيبي. كفايه شفتك بالسلامه يا حبيبي. هنفرح وهنفرح رحمه وقريب. ماشي ماشي. شكرا يا حاج. دكتور مصطفى، حضرتك شفت رحمه وفهمت انا قصدي ايه. رغم الظروف اللي هي فيها، رحمه قمه في الادب والاخلاق. يعني احنا بنجتهد ان احنا نربي ولادنا، بس صدقني رحمه والزمن اللي بيعمله معاها متهيالي هو احسن تربيتها اكتر من اي حد فينا باللي بيعمله مع اولاده. هنعرف نعمل ايه رحمه؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. برحب بحضرتك واسال الله سبحانه وتعالى ان يكون هذا البرنامج فاتحة خير يا رب على كل الناس. امين يا رب. امين. والناس كلها تكون بتقدر وتعمل زي ما هخاطب كل الناس واقول لهم يا اللي تقدروا. احنا شفنا محاور كتير قوي في دقائق على الحاله ديت. واول ما جاء في ذهني حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، الساعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، دعوة لمن يريد أن يجاهد في سبيل الله. ها هي الدعوة، أرملة ومسكين، أرملة ويتامى. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالقائم الليل لا يفتر
الناس اللي تعبانة اللي عندها الفلوس بس مش قادرة ان هي تقيم الليل، تعالوا في سوق هنا يدخلنا الجنة وكأنكم تقيمون الليل بكل كله. كالقائم الليل لا يفتر عن ذكر الله، أو كالصائم بالنهار لا يفطر أبدا، كأنه في كل يوم يستطيع أن يصوم. وهذه دعوة أيضا لمن لا يستطيع الصوم، عليك باليتيم، عليك بالأرملة. دكتور مصطفى، أنا الحقيقة محورين وسؤالين سريعا عايز حاجة يعني رد منهم. احنا مش بنشجع ان رحمة تشتغل، احنا مش بنشجع ان طفل يشتغل، مش ده حقه ان هو يعيش طفولته، ان هو يعيش اسعد مرحلة في حياته، ان هو يكون بيرفه بيسعد بنعلمه بنلقنه ازاي يقدر يعيش مستقبله. بس المحتاج ما عندوش الاختيار، طبيعي. المحتاج طبيعي بيحاول يلاقي له طريق. البنت عندها 11 سنة وعندها مسؤولية، انا هشتغل عشان انا مش عايز حد يصرف عليا، عشان انا مش عايز ابقى محتاجة لحد. انا عايز اعرف جمعية البر والتقوى عملتوا ايه للاطفال الايتام على مدار الفترة اللي فاتت، وايه المجهودات اللي بتحصل، وايه اللي انا ممكن اعمله كاي شخص ايا كان اساعد بيهم الاطفال دول. انا اسمح لي اقول بعد عرض التقرير وبعد عرض الحلقة وكل من شاهد في مصر وجميع الوطن العربي وجميع انحاء العالم، انا بقول لهم ان في حالة يتيم وحالة مسكينة بنت صغيرة بتشتغل علشان تعول اسرة، وام تقريبا عمية واب متوفى، ما فيش حد خالص، 11 سنة بتسوق التوك توك. فمن يستطيع ان هو يتواصل معانا كبر وتقوى علشان نضم رحمة لحاجات كتيرة او بتعملها الجمعية علشان يعيشوا عيشة كريمة. تعرف يا دكتور مصطفى، وقت ما كنت سايق مع التوك توك ماشيين في الشوارع وشوارعنا زحمة وبنكسر وفي ناس بتكسر علينا، والله وده انا حاسب على ده، كل ما حد يكسر عليها وهي تكسر حتى له انا اسف يا عمو، معلش يا عمو انا اسفه، معلش ما خدتش بالي. الحاله دي من الحاله من حالات الاخلاق والادب، وفي نفس الوقت يعني بتقابل الدنيا بحب، يعني هي مش مضايقه من الدنيا او هي مش شايله من الدنيا وليه انا كده وليه اصحابي بيلعبوا وانا لا. ده نداء تاني انا بقوله للناس، بقوله للقادرين، يا جماعه من احياها فقد احيا الناس جميعا، احيوا هذه الفتاه. ليه عايزين ندخل بنت ديت في هذا الحال في هذا المجال؟ تفقد هذا الخلق العظيم، من أحياها فقد أحيا الناس جميعا، أحيا الدنيا كلها. مين يقف معها؟ هو ده اللي احنا بنقوله، واحنا بنقول تواصلوا معانا علشان نقدر نقدم ليها عيشة كريمة، نقدر حد يكفلها لغاية ما تتخرج وتبقى طبيبة، حد يكفل أمها يعمل عملية لأن الأم تكاد تفقد البصر وتكون عمياء. هذه الطفلة التي تساهم في إطعام أمها الشبه عمياء وإخوتها اللي ليس لديهم حول ولا قوة. بفكر في حاجة كده وجت في بالي، إنها هنحاول ونجتهد مع حضراتكم شركائنا في هذا الموضوع إن احنا نساعد رحمة، ونشوف بإذن الله اللي معاد الحلقة الجاية يمكن ربنا يوفق أكتر من رحمة، إن شاء الله يكون رحمة سبب إن احنا نساعد أكتر من طفلة وطفل بسبب ظروف الحياة اللي محدش ليه حكم عليها، نقدر نساعدهم يكون ليهم مستقبل أحسن. وده بكلمات حضراتكم السادة المشاهدين، وبقول أي واحد بيتكلم يقول أنا جاي معايا رحمة لرحمة، رحمة هيكون ليها وضع أحسن بكتير وتستاهل، والله تستاهل. وبإذن الله الفترة اللي جاية حملة لغاية رمضان لحفر أبار مياه لأهالينا في كل مكان. احنا بنحلم بألف. وأنا بشوف قدامي 2000 و3000 مياه وأكتر من كده كمان، يكفي إن الناس هنقدر هنقدر وهنعمل أكتر من كده كمان. تقدر. أنا بشكرك يا دكتور، نورتني. دكتور مصطفى فتح الله متحدث باسم جمعية البر والتقوى، أنا بشكرك وربنا يعينكم ويجعله في ميزان حسناتك. بشكرك ويجعله كذلك في ميزان حسناتك، وأنت شريك لنا في الجنة بإذن الله. ربنا يخليك يا رب، بشكرك. هنروح لفاصل ونرجع لكم، ووعد في خلال أقل من حلقة هنكون معاكم ونبريكم قدرنا نعمل إيه بمجهودات حضراتكم لرحمة، وربنا يعني. كل مشكلة في الحياة تتحل بحاجتين، بإرادة وابتسامة، تهيف من أي موقف بتمر بيه، وفي نفس الوقت الإرادة. الناس كتيرة هتساعدك، سواء خبراء في هذا المجال أو أصدقاء أو ناس هتدعمك.
الكلام اكتر على الموضوع ده لما نسال ضيفنا اللي ورا ستاره وتعرفه ونتعلم منه ازاي احنا نقدر نقدر. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. ازيك؟ والله الحمد لله. محمود من المنصوره صح؟ اه مظبوط يا فندم. اهلا بيك يا محمود. محمود انت كان عندك قصه انا عايز اعرفها واسمعها منك، ان انت وزنك 185 كيلو صح؟ 147. 147. طيب وزنك 147، حياتك كانت عامله ازاي يا محمود؟ والله حياتي كانت بايظه، واصحابي كانوا يقعدوا مثلا يقلصوا عليا، فقلت لا لازم 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 ابقى احسن منهم. بيتريقوا عليك ازاي يا محمود؟ بيقولوا لك ايه؟ يعني كان جسمي ملان، وكانوا يقعدوا يقلصوا عليا. يعني مثلا لما كنت بتنزل الشارع الناس كانت بتقعد تتريق عليك، حد كان بيضايقك بطريقه بكلمه بفعل؟ اه ناس كتير. اهلك كانوا بيتريقوا عليك؟ لا اهلي ما كانوش بيتريقوا، بس اللي كانوا بيتريقوا عليا اصحابي اللي كنت بمشي معاهم. يعني كنا مثلا نروح نجيب ملابس من محل، كان هم ياخدوا مقاساتهم وانا اخش في المحل يقول لي ما فيش هنا المقاسات الكبيره دي يا استاذ، فانا من جواتي انا كنت بزعل. لا هم يجيبوا مقاساتهم وانا ما اشتريش حاجه وامشي وبقوا يقلصوا عليا. يقولوا لي انت عامل كده، انت عايش ازاي ولا عيشتك كده ازاي؟ قلت لهم بكره ان شاء الله هبقى احسن منكم. انت كان عندك مرض هو اللي كان السبب ورا السمنه، ولا انت اللي اكلت؟ لا انا اللي بقيت اكل مع اصحابي، بقينا نخرج بالليل ناكل بيتزا ناكل مش عارف ايه، لحد ما دي اللي حصل. اتجوزت يا محمود؟ لا لسه. هل انت كنت بتحب واحده او انت كنت عايز ترتبط ورفض عشان انت وزنك زايد؟ في ناس كتير بقيت اروح اتقدم فما كانوش برضو يقولوا انت مثلا وزنك زايد، فقلت مفيش غير الرجيم. عملت رجيم قبل كده؟ لا ما عملتش الا المره دي، والحمد لله جاب معايا نتيجه جامده قوي. كنت بتعرف تطلع السلم؟ انت ساكن في الدور الكام يا محمود؟ انا ساكن في الدور الثالث. كنت بتعرف تطلع السلم بسهوله؟ لا ما كنتش بعرف اطلع السلم كده على طول. كنت بتريح بقى؟ كنت بريح. الوقت حاليا بطلع وانزل كتير. طب كنت بتعرف تروح شغلك؟ كنت ساعتها بتعرف تروح شغلك؟ كنت بتعرف ان انت تمشي ولا كنت برضو ده صعب؟ والله كنت بروح يومين في الاسبوع، وكنت بكسل عن شغلي وشغلي دي كان ما كنتش بروح طول الاسبوع. بس محمود انت قدرت وعرفت وحققت، قادر توري الناس كلها انت قدرت تحقق ايه؟ اه. طب ما تخرج. لا بس ده كلام كبير ده. هنا صدقت حلمي وبدأت، قالوا عني زمان ما هم بيضيع وقت، لا يوم سلم ولا استسلم، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت، هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني. ورجعنا ومحمود منورنا، والحقيقه محمود احنا سعداء بيه. زي ما شفتوا محمود الحقيقه من 147 كيلو، كم كيلو دلوقتي يا محمود؟ الوقت حاليا 77. برافو عليك والله. يعني كم كيلو كده احسب معايا؟ بنتكلم هنا 30 لا 70. 70 كيلو. 70 كيلو. برافو عليك. طب خلينا نرحب بكل من ميو الاء خبراء التغذيه اللي منورنا. اهلا بيكم. اهلا بيكم. عاملين ايه؟ الحمد لله تمام. ده كلام كبير اللي حصل ده. طبعا. فطبعا طبعا 70 كيلو كتير. طبعا. برافو. بدون اي تدخل جراحي، هي اراده وانتوا ساعدتوه تبعتوه وبالمنتجات بتاعتكم. بالظبط، عشان كده هي دي فكره المنتج، ان احنا من غير اي تدخل جراحي اي عمليات، ان احنا بنقدر ننزل وزننا بشكل كبير جدا في وقت كمان مش كتير من غير بقى اي تدخلات جراحيه. فدي فكره المنتج، عشان كده هو بيشمل حاجات كتير قوي، وطبعا هنتكلم عنها يعني اكيد. طب حلو. محمود انت ما عندكش يعني وربنا يحميك يا رب، ما عندكش اي مرض؟ لا ما عنديش اي حاجه. طب الحمد لله يا رب. الاء الامراض وازاي نعمل نظام غذائي، وفي نفس الوقت ازاي نحافظ ان احنا نتابع ونكون حاطين ان هذا الشخص عنده مرض، سواء بنتكلم عن ضغط، سكر، الامراض المزمنه.
احنا مهمتنا في الكورس مش احنا ننزل وزن او نخس بس، لا احنا ننزل بس بصحه. ما في ناس بتنزل بانظمه الرجيم اللي كلنا عارفينها طبعا، ايه ماما عملت رجيم فجه معاها فهيجي معايا، لا طبعا ده غلط. بننزل على حسب الشخص دوت مناسب ليه ايه. انت مناسب ليك مثلا تعمل رجيم وتاخد الكورس بانظمه معينه هتناسب معاك مش هتناسب مع غيرك. فننزل بصحه، ننزل بجسمنا من بره وجوه صحي جدا، مفيش حاجه بتتاثر. اول حاجه بتتاثر لما بنيجي نعمل رجيم مع نفسنا الوش، بيبقى فيه دبلان، هالات سودا، الحاجات دي طبعا اول حاجه بنواجهها. فده احنا بنعمل عليها لان الكورس معانا مليان فيتامينز كتير جدا. هي. في الكورس الامراض بقى احنا مناسب لكل الامراض لانها كلها منتجات طبيعيه 100%، اعشاب طبيعيه، يعني مثلا حاجات زي فواكه استوائيه، مانجو افريقي، قهوه خضراء، تفاح اخضر، كل الحاجات دي مكونات في الكورس. فاحنا بنخس بصحه، ارقام بس بصحه. طب وكمان في وقت قليل، يعني مش بيبقى وقت طويل. بصي احنا مجتمعين كلنا ومحمود معانا عشان احنا بنعمل مبادره ضد السمنه بترم جلوبال مع تقدر، احنا هنساعد غير المسابقه اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي. طبعا. بس اهم حاجه بس انا قبل ما تجاوبوني، محمود انت كنت بتاكل كل حاجه ولا كنت بتمنع نفسك من الاكل؟ لا والله انا كنت ما كنتش بمنع نفسي من الاكل برضه، بس هي الكورس كان بيمنعني من اي حاجه، الاكل يبقى قدامي مسافه ما اخد الحبايه ما عدتش نفسي معلش الجبنه لاي حاجه خالص. يعني احنا ممكن ناكل بناكل كل اللي احنا عايزينه، ودي فكره المنتج ان احنا بناكل كل اللي احنا عايزينه، ومعايا كبسولتي بتسد معايا الشهيه، بتسد معايا الشهيه طول اليوم. يعني انا باخد الكبسوله من هنا خلاص، بعد كده بقول له كل اللي انت عايزه كله، فانا عارفه ان كبسولتي سد معايا الشهيه، هياكل كميه قليله جدا 20% من اكله الطبيعي، وفي نفس الوقت معليه معاه معدلات الحرق، فبسد الشهيه اكلي بيقل وبعلي معدلات الحرق، جسمي بيحرق بشكل احسن. فالحاجتين مع بعض بيعملوا بالانس، فوزني بينزل بطريقه صحيه. الاء هل في نوعيه اكل بتمنعه المتعامل معاكم ان هو ياكلها عشان يقدر يخس، ولا بياكل كل انواع الاكل؟ هو اللي بيمنع نفسه بنفسه. يعني زي ما مي قالت ان الكبسوله بناخدها بتسد الشهيه تماما، واستاذ محمود قال بيبقى قدامه الاكل ما بيقدرش ياكل. هي الفكره دي ان احنا بنعمل على سد الشهيه، الاكل تمام قدامك هتاكل على حسب انت عايز ايه. الاكل اي اكل فيه مثلا اكل فيه زيت، اكل فيه دهون زياده، هتاكل منه كميه قليله جدا، مش هتاثر بضرر عليك ولا هتاثر مع الكورس، لان الكورس اصلا بيمدك بكل حاجه كويسه، فيتامينز كويسه، الحاجات اللي انت هتحتاج تعملها عشان تحرق في جسمك كل حاجه بتبقى موجوده فيه. طب بتعملوا ايه؟ انا عارف ان انتوا بتتابعوا وبتردوا على تساؤلات كتيره وبتتابعوا مع كل واحد، يعني السيستم ده بيمشي ازاي؟ وخصوصا في ناس بيبقى عندها اراده، في ناس ما عندهاش اراده، في ناس بتكون مستصعبه الفكره، فكره ان انا هعمل اصلا دايت صح. الفكره دي يعني ده عايزه موقف او عايزه حدث ان انت تخليكي عايزه تعملي ده. في ناس كمان بتكره الاوامر، يعني الناس تيجي تقول لها لازم تاكل الصبح مثلا ثمره فاكهه مع علبه الزبادي، في ناس تكره الاوامر دي جدا. طبعا. فاحنا انا كنت هكرهك دلوقتي بتقولي الجمله دي، ضايقتني. هي مقيده يعني جدا. لا مش هسالك تاني، لا اخوقك. احنا مش بنعمل كده، احنا بنشوف يعني رد فعل اللي قدامنا. احنا لما بنتكلم بيتصلوا على الارقام بنتعامل فريندلي جدا، يعني مش بتتكلم مع دكتور بقى وصارم هتعمل يعني هتعمل، لا ممنوع الكلام ده تماما. احنا جبنا القريش. جبنة القريش اي دايت فيها الجبنه القريش انا بحبها، انا حبيتها، بس يعني في الاول الجبنه القريش دي يعني هو بصي الدايت المتعارف عليه في الموضوع كله زبادي، فاكهه، خضار مسلوق مثلا احيانا بيبقى قاعد مستني اليوم الفري بقى فارغ الصبر، اللي هو هصحى بدري اخد اليوم كله معايا بالظبط وتلبسي له وبتستعدي يعني لحدث بيحصل. في ناس بتبدا من الساعه 12 اليوم اللي قبلها 12 ودي انا كده بدات اليوم الفري. انا عايز اقول لك ان في بعض الاصدقاء اللي اعرفهم يوم الفري ده اهم عنده من اي حاجه، ولا بيبقى يوم مترتب يعني انا هروح هنا وهعمل هنا وفي كذا وهختمها هنا وعايز ابقى لوحدي، لانه بيحس نفسه انه معاقب في يوم الفري بقى خلاص انا هعمل كل اللي انا عايزه كل اللي اتحرمت منه. ده ما بيحصلش تماما معانا. احنا قبل ما نيجي نتكلم مع الحاله اللي هتيجي بتكلمنا احنا بنيجي نتكلم فريندلي جدا، بنعرف اللي قدامنا هيمشي سيستمه ازاي، هل هيلتزم، هل بيلخبط كده، هل بيحب الاكل بشراهه، بنسيستم النظام اللي هو عايزه على حسب رده لينا. صح. زي ما مي قالت برضو ان احنا اهم حاجه العامل النفسي. صح. العامل النفسي اللي بيتاسس على اساسه النظم الغذائيه اللي هيمشي بيها، مواعيد الكورس برضو اللي هيمشي بيها، بتسيستم بقى على اساسه كل ده. حضراتكم تاني فريق معانا، انتم مسؤولين عن متسابقين هيتقدموا لنا زي ما بفكر حضراتكم ان احنا مبادره تقدر ضد السمنه مع فيتارم جلوبال. احنا
ناخد اتصالات حضراتكم، وكل اللي حابب ان هو يخس هيحصلوا على المنتج مجانا، وهيتم متابعتكم من فريق كلا من مايو الاء، ومره فاتت كان معانا ريمو علا تاني فريق، وحضرتك الارقام معانا على الشاشه دلوقتي. هنكون حمله ضد السمنه، ومش بس كده 50,000 جنيه لاكتر واحد هيخس تشجيعا بقى جنيه. عشان نبدا ناخد الخطوه خلاص صح؟ يعني على مدار شهرين قبل بالزبط. رمضان هيكون معانا دي المسابقه دي مسابقتنا، وبرده لو حد عايز ياخد المنتج يشتريه واحنا بقى بنتابعه من بره اوكي بيتصل على ارقامنا احنا معاه على طول لحد برده ما يخلص المنتج على متابعه دايما. طب ريم وعلا كانوا عارفين هيعملوا ايه يعني مسستمين الفكره ان هم هيلعبوا على العامل النفسي، الاء ومي هتعملوا ايه وانتوا هتتحاسبوا قدامي؟ يعني خلاص انت بعد كده هتيجي وتمضي عندي وهنعرف عملتوا ايه. بتفكروا تعملوا ايه مع المتسابقين اللي هيشاركوا معانا باذن الله؟ احنا العامل النفسي ده اساسي، ده موجود ان احنا لازم نعمله مع اي حد، وعلى اساسه بنظبط بقى كل الحاجه تانية. مش هيبقى يوم واحد بس فري، هياكلوا كل اللي هم عايزينه وهيخسوا برضه. يعني اهم ده شعاركم كل اللي انت عايزه وهتخس. اهم حاجه ان انا بس خلاص معايا مثلا الحاله اعرف مشكلته ايه، شهيه عاليه، مثلا معدلات حرق قليله جدا، فهبدا امسك مشكله مشكله ابدا احلها واحده واحده، وبرده من غير ما امنعه من حاجه، من غير ما اقول له لا مش هناكل كذا كذا، فابدا امسك مشكله مشكله وابدا احلها طبعا مع المتابعه بالراحه كده، احنا صحاب واخوات كمان كلنا مع بعض لحد ما نخلص الكورس بتاعنا نوصل للوزن المثالي، وكمان بنثبت بعد كده ان شاء الله. واكتر واحد هيخس هو الفريق بتاعه اللي هيكسب، واكتر واحد هيخس هياخد 50,000 جنيه صح؟ اتمنى ان يكون من فريقكم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. نورتوني، بشكركم، نورتني يا محمود، ده انا سعيد ان معانا نورتني يا حبيبي. كل من الاء ومي نورتوني وبالتوفيق. والاء انا بشكرك، الاء يا جماعه نموذج للبنت الطموحه، الاء بتيجي من طنطا كل يوم 3 ساعات ونص، برافو يا الاء، برافو هايله. طيب كده مع حضراتكم عشان تشاركوا معانا في مبادره تقدر ضد السمنه مع فيتارم جلوبال، هتلاقي عندكم ارقام البرنامج، هو الرقم الخاص بالبرنامج، ممكن تتواصلوا على صفحتي على الفيسبوك، ممكن تتواصلوا عليه، او لو انتم حابين ان انتم ما تخشوش في المسابقه بس حابين ان انتم تخسوا، ففي ارقام فيتارم جلوبال برضو هتلاقوها على الشاشه. نورتوني، بالتوفيق وموفقين. هروح لفاصل ونرجع لكم سريعا. نزلنا الشارع وعملنا مسابقه، كان الهدف من ورا المسابقه ديت ان انت ان فزت بالجائزه هتعمل ايه؟ هتاخدها ولا هتديها لحد محتاج؟ كنا حابين انك انت تقول هديها لحد محتاج، بس الرد كان مختلف. تعالوا نشوف. انت تقدر طول ما انت مصدق انك انت تقدر، ده مبدا وهتسمعوه منا كل مره لغايه ما تصدقونا وتمشوا بنفس المبدا. بشكركم.